يسعد صباحكم جميعا، يعطيكم العافية. أنا لأول مرة طبعا يسعد صباح اللي كتب لي إنه يسعد صباح الدكتور، بس أنا ما كنتش أقدر أرد عليه، كنت مشغول شوي لأني أنا اليوم في الجامعة. فراح أصير يعني أيام في الأسبوع أطلع على الجامعة أوفيس أورز، راح أكون متواجد في المكتب يوم الأحد والأربعاء. يوم الأحد من الأحد من ال 11 للثنتين راح أكون متواجد في المكتب، والأربعاء يعني الأربعاء أو الاثنين الثلاثة من الثمانية لل 11 موجود في المكتب، بس طول النهار أنا في الجامعة موجود في مختبرات البي 6 تحت. طيب احنا المرة الماضية يا جماعة طبعا بعينكم الله تكتبوا اسماءكم، اسماء الحضور والغياب. المرة الماضية وصلنا لحد الاسيتس والبيسز، وصلنا لحد الاسيتس والبيسز. اذا بتتذكروا طبعا نفس الشيء، بما انه الجامعة، بما انه انا هلا في المكتب، راح افتح فيديو. ننزل الفيديو شوي. تمام. الاسيتس والبيسز. الاسيتس والبيسز. تتذكروا يا جماعة من المرة الماضية أو من المساق السابق اللي هو الجنرال، أخذت تعريف الحمود والقواعد، وكان عندنا أكثر من تعريف. كان عندنا تعريف أرهينيوس، كان عندنا تعريف برونس ديلوري، وكان عندنا تعريف لويس، وكان كل واحد أشمل من الثاني. كان كل واحد أشمل من الثاني. خلينا نتذكرهم واحد واحد. دكتور احنا ما بلشنا فيهم. ايش ما بلشتوا فيه؟ خلصنا هدول النون بولر والبولر سوليبل، مالكم؟ ما خلصناهم، هذا اخذناه بالجنرال. طيب ما اخذتوه بالجنرال الاسيد والبيس؟ لا اخذناه. لا بالجنرال اخذناه، قصدي هون انا. ما بلشنا فيه، ما بلشنا فيه، هيني بدي ابلش فيه. يعملنا مراجعه. اعمل لكم مراجعه وبعدين بمشي فيه، بمشي فيه من ناحيه عضويه. بس انا هلا بعمل لكم مراجعه فيه. تمام؟ تمام. اوكي. خلينا نتذكرهم واحده واحده. تتذكروا الارهينيوس؟ احكي يا رونق. أرهينيوس المادة اللي بتزيد من تركيز الأتش الموجب هي الحمض، والمادة اللي بتزيد من تركيز الأو أتش السالب هي القاعدة 100% عند ذوبانها في الماء. 100%. شو كان بيفرق عن برونست دولوري يا رونا؟ برونست دولوري اعتمد على زيادة البروتون الموجب فقط، أنه المانح للبروتون الموجب هو الحمض والمستقبل هي القاعدة. يا عين عليك. طيب يا غيداء، أنت رافعة إيدك. بدي أسألك كمان سؤال. أرهينيوس شمل كل الأسيتس والبي، يعني ليش طلع بعديه، ليش طلع بعد أرهينيوس كمان برونس دولوري وكمان لأنه بس للحموض والقواعد القوية. تمام. ما قدرش يفسر القواعد الضعيفة والحموض الضعيفة. تمام. طلع علي. سكروا، نزلوا إيديكم وانتبهوا عنه. أرهينيوس يا جماعة واحد من البروفيسورز أو العلماء اللي كان، يعني ما حدا توصل للتعريفات اللي تعرفها قبلي، يعني هو أول واحد حكى عن مفهوم الحمض والقاعدة. أرهينيوس له قصة كبيرة لليوم تنحكى قصته في البلد اللي هو فيها. هو سويدي
درس في الجامعة اللي أنا درست فيها في القسم اللي أنا درست فيه، يعني من قسم الكيمياء جامعة أوبسالا السويد، وانفصل من البي اتش دي بروجرام لأنه تحدى الدكتور تاعه، الدكتور تاعه دقة قديمة، قال له أنا في عندي كذا كذا مفاهيم معينة عن الحمض والقواعد، ما ردش عليه الدكتور ووقف وعمل له دروب على البي اتش دي. راح أرهينيوس كمل البي اتش دي الدكتوراه تاعته في جامعة ستوكهولم بالعاصمة، هناك استقبله بروفيسور وتبنى شغله، وبالآخر أرهينيوس صار أسم والحمود القواعد أسم من وراه. لليوم جامعة أوبسالا بتندم على إنها تحت أرهينيوس، لأنه الأسم والصيت بعد ما أرهينيوس صار أسم مين اللي أخده؟ أخده جامعة ستوكهولم. فبالتالي برا جامعات في الدول المتقدمة زي بريطانيا زي فرنسا، في الدول يعني العلمية هاي زي السويد زي الدنمارك، بهمهم كل بروفيسور أو عالم يطلع من عندهم منشان يكون الأسم للجامعة. فلليوم لما حكولنا القصة هناك دكاترتنا البروفيسور اللي هناك حكولنا إياها بحرقة قلب، إنه يعني فرطنا فيه هذا العالم، وهو فعليا من مدينة أوبسالا، يعني هو أصلا ابن المدينة، يعني هو مش من الأرياف أو من يعني جاي من بلد تانية، لا لا لا، هو ابن المدينة والجامعة اللي بالمدينة اتخلت عنه. طبعا شو اسم مختبرات الكيمياء في جامعة ستوكهولم؟ إن شاء الله يا ياسمين، شو اسمها تاعت ستوكهولم؟ اسمها أرهينيوس لابوراتوري، يعني خلدوا اسمه بأنه سموا مختبرات الكيمياء كامل في جامعة ستوكهولم باسمه. هلأ سيبوكم منه، خلينا نروح على الأسيد والبيس دايركتلي. الأسيد والبيس دايركتلي، صحيح يا مدى؟ صحيح، في حموض وقواعد ما قدر يستفسر عنها أو يفسرها، ولكن هو اللي بلش بمفاهيم الحمض والقاعد. أوكي، لو إجينا زي ما أنتم شايفين، لو إجينا على السلفوريك أسيد وكتبنا أو رسمنا، كيف بنقدر نرسم السلفوريك أسيد؟ إحنا كيف شكل السلفوريك أسيد؟ عفوا، هاي السلفوريك أسيد مش هيك بيرتسم؟ هلا هو هذا ايش؟ بروتون دونر، بروتون دونر، اللون بير اللي موجوده بالهاء بالاكسجين، مش الاكسجين عنده تنتين لون بير، اللون بير اللي موجود في الاكسجين عمل اتاك على البروتون هذا واخده، شو صار عندي؟ طيب سيبوكم من الحكي، اكتبوا عندي بالله كيف بيصير. كيف بيصير التفاعل؟ أنا كيف مفهوم البروتون دونر والبروتون أكسبتر؟ مفهوم البروتون دونر والبروتون أكسبتر،
هلا مين اللي بيعمل اتاك على مين؟ اللي بتنتقل الشحنة الموجبة ولا الشحنة السالبة يا شباب صبايا؟ انا بسأل سؤال، اللي بنتقل الشحنة الموجبة ولا الشحنة السالبة؟ السالبة. السالبة. تفضل. في حدا عنده اي، في حدا عنده اي اعتراض على هون؟ اوكي. بس عن اذنكم، هو زميلنا، زميلي دخل اخذ كتاب من عندي من المكتب. anyway، دائما الشحنة السالبة هي اللي بتعمل اتاك على الشحنة الموجبة، لانه الشحنة الموجبة ما فيش شيء اسمه شحنة موجبة، يعني فيش شيء اسمه موجب، يعني الالكترون هو بارتيكل، تمام؟ بس الموجب مش بارتيكل، فبالتالي هذا صار اسمه الكترون، عفوا بروتون، اكسبتر. وهذا اسمه بروتون، دون، هذا اسمه بروتون اكسبتر وهذا بروتون دون. هلا شو اللي بيصير؟ مش هيك صار؟ هاي السهم منشان ما تتلخبطوش، مش هيك صار؟ زائد H3O plus. تتذكروا هذا الشكل ولا ما بتتذكروا؟ رابطة تناسقية. بالضبط، رابطة تناسقية. هذا اسمه أسيد وهذا اسمه بيس. لا، طب هذا شو اسمه؟ هن بصير بيس. هذا اسمه كونجوجيت. ليه؟ بيس مرافقة. قاعدة مرافقة. مرافقة. وهذا كونجوجيتيف أسيد. كونجوجيت. أوكي. طيب شايفين هذا؟ في له ريزونانس، أنه يفقد الأتش اللي على اليمين. يلا أعطوني ريزونانس له هذا. أي واحد؟ بصير اللي تحت كمان. صح؟ أو اللي تحت غير الرابطة. أو هيك. ومشان ما نتلخبطش بين اللي فوق واللي تحت بغير اللون. يعني الشحنة السالبة هاي بتعمل دبل بوند هون، إما بتروح اللي فوق بتنتقل وبتصير شحنة سالبة، أو اللي تحت بتنتقل وبتصير شحنة سالبة،
هاي او عليها اشاره ثانيه. اوكي هذا ريزونانس. طب شو بفيدنا الريزونانس هون؟ شو بفيدنا الريزونانس؟ هلا بتشوفوا شو بفيدنا. استابيليتي. هاي الاسيتيك اسيد زي ما انتم شايفين. ايوه استابيليتي. صحيح يا فرح. شوفوا لي ال 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 الاسيتيك اسيد. الاسيتيك اسيد اذا تعامل مع المي طبعا هذا حمض ضعيف. إذا تعامل مع الماء الأكسجين ده تعمل أتاك على البروتون هاي وبعدين عندي ريزونانس وبعدين بعطيني الـ H3O بلس. هيك بتم تأين. هيك بتم تأين الأسيد. الأسيد إذا حطيناه في مي هيك بصير. المية شو بتصير؟ تاخذ وضع البيس وبتتعامل كأنها الكترون بروتون اكسبتر. بروتون اكسبتر. طيب برجع لهذا. هذا اسمه انتر انترميديت. هذا اسمه انترميديت ولا لا؟ بما انه هذا اسمه انترميديت الانترميديت اذا كان في ريزونانس شو بيعمل بالستابيليتي يا فرح؟ بيعمل بالستابيليتي بيزيد ستابيليتي. الريزونانس الريزونانس انكريز ذا ستابيليتي. على إذنكم بس شوي صغيرة. يا كبار هذا الواحد يشتغل من داره أحسن له. تفضلي يا ليان. يعطيك العافية دكتور. دكتور الدكتور مش فاهم ايش شرحت اخر شيء، ايش هذا الانترميديت؟ ايوه وزيادة الاستقرار مش فاهم. تمام. هلا المركب اذا كان مشحون بيكون اسمه وسطي. ايش يعني وسطي؟ غير مستقر. غير مستقر. هلا في المركبات بشكل عام اما عندنا مركب زي هيك يعني مستقر مش مشحون شحنته بتساوي صفر او عندنا مركب غير مستقر زي هيك شحنته لا تساوي صفر. هلا يعني وسطي يعني بما انه مشحون معناته هو حاله انتقاليه بين مستقر لا مستقر يعني هو بالنص غير مستقر. يعني الانترميديت المركب الوسطي بالعادة بيكون غير مستقر. شو اللي بيزيد من استقرار هذا الايون؟ انه يكون عندي ريزونانس. اذا كان عندي ريزونانس بيزيد من استقراره. طب واذا زاد من استقراره ايش يعني؟ يعني بيكون انتقائي بالتفاعل اكثر. انتقائي بالتفاعل اكثر.
طب أنا كيف بدي أفهم هذا الحكي؟ أيوة، لقدام شوي، لقدام شوي يا جماعة، راح أفرجيكم كيف نستفيد من الستابيليتي تاعت الانترميديات. كيف نستفيد من الستابيليتي تاعت الانترميديات، يعني اللي هي المركبات الانتقالية هاي. بس هلأ بدكم تعرفوا إنه إذا صار دي بروتونيشن، دي بروتونيشن هذا اسمه لما ينتزع، لما ينتزع الهيدروجين من الأسيتيك أسيد، بنقول لها العملية دي بروتونيشن. بنقول العملية دي بروتونيشن، تمام؟ شو راح ينتج عندي؟ راح ينتج عندي مركب وسطي اللي هو مركب الأسيتات. إلا إنه مركب الأسيتات زي ما أنتم شايفين إله أكثر من ريزونانس، ريزونانس رقم واحد وريزونانس رقم اثنين. في حدا كتب إشي؟ ريزونانس رقم اثنين. هلأ كل ما زادت عدد الريزونانس، كل ما كان الانترميديات هاد، كل ما كان الانترميديت هاد ماله أكثر استقرارا. طب شو بفيدنا يا صبية إذا كان أكثر استقرار؟ لقدام شوي رح نفرجيكم ليش بفيدنا. طيب هنا رح أعطيكم أكثر من مثال بيحكوا عن الأسيد بيس رياكشن، أسيد بيس رياكشن. أول إشي البروتون دونر اللي هو ال HCl. طبعا كل الأحماض، كل اللي فيهم H دونر هم عبارة عن أسيد. طب شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه هاي اللون بير هاي بتعمل أتاك على الهيدروجين، تمام؟ وبعطيني H2O. H2O ال H2SO4 اللون بير هاي بتعمل اتاك على الهيدروجين وبتعطيني ال HSO4 minus مع ال NH4 plus. طيب نفوت في الأورجانيك أكثر وأكثر. وين اللون بير هون، أو ال وين هون الإلكترونات اللي ممكن يعطوا أو ممكن ياخذوا بروتون؟ في هذا. يلا يا ليان، ليان. دكتور. في عندي رابطة ثنائية ما بين الكربون، فأنا بدي أكسر الرابط عشان تصير ستابيليتي أكثر، فبنجمع أو بنقل الأتش لعند السي إل. أيوة الرابطة الثنائية هاي، وخليني أحطها هيك، هاي داشبورد. شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه الكربون واحدة من الكربونات بتاخذ ال H، وهي ال H خليني أحطها بلون تاني عشان تميزوها، تمام؟ بس بالتالي هي انكسرت الرابطة، صحيح؟ لما انكسرت الرابطة شو اللي صار عندي؟ اللي صار عندي انه واحدة من الكربونات اخذت H والكربون الثانية عليها بوزيتيف تشارج، بوزيتيف تشارج زائد Cl minus، هيك زائد Cl minus. طبعا it doesn't matter شو فيه هنا، H is CH3 I don't care. بعدين بنعرف وين الهيدروجين هاي بتروح.
بعيد، لأنه ضروري تفهموا هاي النقطة. بعيد، لو أنا عندي كربون دبل بوند كربون H CH3 H2H زائد HCl، وزي ما قلت لكم حطيت ال H اللي مع ال CL بلون تاني منشان أعرف شو بده يصير. هلا الرابطة الثنائية هاي بين مين ومين؟ بين كربون وكربون، صح؟ فأنا إذا عملت أتاك زي هيك، الهيدروجين اللي هاي بدها ترتبط إما بكربون رقم واحد أو كربون رقم اثنين. لا خلينا نربطها بكربون رقم واحد. خلينا نربطها بكربون رقم واحد. بعدين بقول لكم ليش، لأنه صار عندي هون خيارين، إما بهاي الكربونة أو بهاي الكربونة. لقدام رح تعرفوا بأي كربونة أنتوا رح تختاروا، بس أنا هون خليني أحطها في الأولى. دكتور إذا ربطتها بالكربون الثاني تعتبرها ريزونانس؟ لا، نعتبره مركب آخر. هلأ بتشوف شو طلع. يا شو اسمك أنت؟ مؤمن. مؤمن، شوف يا مؤمن، مش ريزونانس. الهيدروجين هاي قدامها طريقين تختار، قدامها طريقين تختار، إما بتختار هاي هون دكتور اللي عندها اتش اكثر هي اللي بتاخذ الاتش. يا عيني عليك، هذا لشيء اسمه ماركوفنيكوف، لقدام نحكي فيه، لقدام نحكي فيه، بس احنا هون خلينا في اللي قدامنا افرجيكم كيف بده يصير التفاعل، يعني ليش هيك انا عملت. او هذا طبعا هون في بوزيتيف تشارج، او كربون مش هيك بده يصير؟ مش هيك بده يصير التفاعل؟ إما هذا الكربون، إما هون الـ H أو هون الـ H، في غيره؟ يعني يا إما الكربوكاتيون هون أو الكربوكاتيون هون، يعني اللي هي البوزيتيف تشار، في غيره؟ مش غيره. أنا هون ما باجي بقول لك وين بده يروح، أنا باجي بقول لك هون شو صار، إنه هاد بناخده كبيس وهاد الأسيد. شفتوا؟ الألكين هو البيس لأنه هو البروتون أكسبتر، والـ HCl هو الأسيد لأنه إلكترون أو بروتون دونر، لأنه بروتون دونر. لو رجعنا هون بنكمل نفس الشيء هون. هون في شغلة هون مهمة. طب شو الشغلة المهمة؟ الشغلة هون مش الدبل بوند، فيها زوج من الإلكترونات. أيوة. مش الدبل بوند هي اللي بدها تعمل أتاك على الهيدروجين، لا، اللون بير اللي بدها يعمل أتاك على الهيدروجين. شفتوا؟
طب شو بتستفيدوا من هذا الحكي؟ احكي يا ليان، رافع ايدك. دكتور، لا كنت بدي اسال انه لما يكون في عندنا هيك حاله احنا بنفضل اللون بير انه يعمل هو التعب. لا، اللون بير هو الاولويه له لانه هو السالب. الاولويه يعني دائما بفضل اللون بير. صحيح. تمام. واحد من زملائكم او زميلاتكم بعرفش بيسال ليش هذا بسهمين، مش هذا حمض قوي مع قاعده قويه، ليش بسهمين؟ هذا من الكتاب يعني هو اللي حاطه، بس انا لا، هو سهم واحد الاصل، هو اصل الاصل سهم واحد مش سهمين. فبالتالي زي ما انتم شفتوا انه مش دائما الدبل بوند هي اللي بتكون، يعني ممكن الدبل بوند وممكن اللون بير. اوكي، طبعا اللون بير له اولويه انه يعمل اتاك والبروتون يجي على الان، زي ما انتم شايفين، زي ما انا عملت برضه وانا بشرح بغير الوان البروتون اللي صارت على المركب. conjugate acid and bases، زي ما انتم بتعرفوا انه هذا اسمه الاسيد، وبما انه هذا هو البروتون دونر معناته هذا البروتون اكسبتر، مع انه البروتون اكسبتر معناته هو البيس، فبالتالي هذا اسمه كونجوجيت بيس، قاعده مرافقه لهذا الحمض، وهذا اسمه كونجوجيت اسيد، حمض مرافق لهاي القاعده، حمض مرافق لهاي القاعده. تمام، تذكروهم تماما هدول انا بس قاعد بذكركم فيهم، هدول انا بس قاعد بذكركم فيهم، لازم تكونوا ذاكرينهم من قبل. جريت، هات لنشوف الاسيد سترينج defined by BKA. تتذكروها البي كي اي شابتر 14 لا مش كانت شابتر 14 بالجنرال اخر اخر الفصل. الكي اي شو كانت بتساوي؟ الكي ايكوليبريم في تركيز الاتش 2 او، وتساوي تركيز الاتش 3 او بلس سي ال ماينس على الاتش تي ال، مش هيك؟ فالبي كي اي كانت ماينس لوغاريتم الكي اي، ماينس لوغاريتم الكي اي. طيب شو بيلزموني هدول؟ هدول بيلزموني هلا بس ناخذ الجداول تاعتهم، بقول لكم كيف انتم بتعرفوا قوه الاسيد من الكي اي تاعته. تمام. طيب بدي اسال كمان سؤال، هل دائما البيس بيقدر يعمل اتاك على الاسيد؟ اعطوني جواب، دائما ولا ما بيقدر ايام؟ تفضل يا رونا. دكتور، ممكن يكون البيس ما عنده أزواج إلكترونات ولا عنده رابطة ثنائية أنها تنفك بإضافة الأتش؟ هو هذا بيكونش بيس إذا ما عندوش إلكترون أو رابطة ثنائية، ما بيكون بيس أصلا. بس أنا بقولكم إذا كان البيس أضعف من الأسيد بأنه يقدر يفك هاي الرابطة، ماشي، ما بيقدر ياخذها. طب ايش يعني؟ يعني لازم يكون الكونجوجيت اسيد اقوى من الاسيد نفسه، يعني بتمنى هذا يكون كونجوجيت اسيد اكثر من هذا الاسيد،
إذا كان هيك بصير التفاعل. طب يا دكتور كيف نعرف هذا الحكي؟ لقدام رح تعرفوا، رح أذكركم فيه وأقولكم إنه مش كل بيس بيقدر يعمل أتاك على البروتون هاي وياخدها، مش كل بيس. إذا ما كانش البيس stronger منشان يكون هذا أضعف، هلأ من هلأ بفرجيكم كيف، ما بيصير التفاعل، ما بيصير التفاعل. هلأ خلينا نحكي بالأسيد والكونجوجيت بيس وشو العلاقة بيناتهم. إذا كان عندي strong acid الكونجوجيت بيس تاعته تكون أضعف، بتكون ضعيف، والعكس صحيح. strong acid معاه conjugate base weak، ال weak acid معاه conjugate base strong، strong base معاه weak acid conjugate، وال weak base معاه strong conjugate acid. تمام؟ تمام. في حدا لهون عنده أي استفسار كيف بنقدر نعمل في الإكوليبريم رياكشن؟ هذا أخذتوه كله بالجنرال، هذا كله بالجنرال أخذتوه يا جماعة. مين كمل؟ دكتور بس يعني تفاعل أسيد بيس لازم يكون الكونجوجيت أسيد الناتج أقوى من الأسيد الأصلي، أضعف، أضعف. هلا 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 بنحكي عن هاي هاي، هلا بنحكي عن الشرط هذا، هلا بنحكي عن الشرط هذا. لازم يكون عندي البيس سترونجر ذان الاسيد منشان اقدر اخده. تمام، هلا بنشوف. اطلع علي، هاي واحد من اللي موجود لازم يكون هذا أضعف مش أقوى. طلع هاي أسيد وهاي بيز، لما أعطتني، لما أخذت من الأسيد هاد أعطته كونجوجيت أسيد البي كي اي إلها ماينس واحد وسبعة، معناته مين سترونجر أسيد، الأسيد هاد ولا الكونجوجيت أسيد؟ طبعا الأسيد هاد. فبالتالي بكل سهولة قدر يتحكم في البيس. طب ليه؟ طيب كيف بعرف أنا إنه الأسيد قوي من ضعيف؟ بدي اسالكم سؤال، كيف بعرف الاسيد سترونج من الاسيد الويك؟ احنا حفظناهم حفظ عن غيب، يعني الحمود القوي والقواعد القويه للاسف. طيب هلا مش هو، خلينا نرجع على المفهوم مشان نقدر نفهم، نرجع للمفهوم. صحيح يا يا ضحى، بس برضه مش من البي اتش، مش كمان من غير البي اتش. اسمعوني شوي، ركزوا معي، خلينا نفهمهم فيهم. شو مفهوم الحمض القادر على اعطاء اتش بلس، المركب القادر على اعطاء اتش بلس؟ كل ما اعطى الاتش بلس بسرعه اكبر كل ما كان حمض اقوى، صح؟ يعني انا بني ادم بتبرع، كل ما تبرعت اكثر واسرع كل ما انا متبرع قوي، ولا لا؟ مش هيك هي؟ الحامض هو القادر على إعطاء H بلس،
القادر على اعطاء اتش بلس، وبالتالي كل ما اعطى الاتش بلس هاي اسرع، يعني كل ما نفك الاتش بلس من هنا اسرع، يعني كل ما اخذوا هذا اسرع، كل ما كان الحمض هذا اقوى لانه قدر يتخلص من البروتون بسرعه. من شان هيك هذا لازم يكون حمض قوي، وهذا الكونجوجيت اسيد يكون اضعف منه. الكونجوجيت اسيد اضعف منه، ليش اضعف منه؟ لانه هذا بعطي بسرعه الاتش، الاتش هاي مباشره، اي لون بير ضعيف بيقدر ياخذها، فبالتالي بتأين بسرعه. سرعه تأينه او سرعه اخذ البروتون منه هي اللي بتدل على قوته، هي اللي بتدل على قوته. لهيك لقدام شوي راح نقارن حموض في بعض بدون ما نرجع لا بي كي اي ولا كي اي ولا بي اتش. طب بايش بنقارنها؟ بنقارنها بحجم الايونات، راح تشوفوا لقدام. يعني لو اجيت قلت لكم مين حمض اقوى، الاتش اف ولا الاتش اي وليش؟ مين حمض اقوى، الاتش اف ولا الاتش اي وليش؟ احكي يا ليان. دكتور هلا بالنسبه للاي والاف متواجدات في مجموعه الهالوجين، وكل ما نزلنا في المجموعه بيزيد الحجم الذري، معناها حجم الاي راح يكون اكبر من حجم الاف. هلا لما يكون حجمها اكبر سرعه فقدها لهذا الالكترونات بتكون اكبر، فهو الاقوى اتش اي. يا عين عليك، بالضبط. كل ما نزلنا بكبر الحجم. وهلا الدكتور شو حكى؟ حكى المركب اللي بيقدر يعطي اتش بسرعه اكبر، يعني بتفكك الاتش بسرعه اكبر، هو اقوى. وبالتالي بما انه الاي ضخم كتير والاتش صغيره، فبالتالي الاتش بتطلع بسرعه، يعني اي لون بير بيعمل عليها اتاك بيطلعها بسرعه، صح؟ معناته الاتش اي لانه بتفكك بسرعة على H بلس و I ماينس، معناته هو الأعلى. وهذه اللي بتأكد كلامي، وهاي اللي بتأكد كلامي. إيش يا ياسمين؟ كتبتي إشي ما لحقتش أقرأه ياسمين، خلينا شو قصدي الحجم ال HF؟ ما هو رباط ال HF لازم يكون أقوى من رباط ال HI، فالمفروض إنه ال H على بالضبط معناها لازم يكون مزبوط. هلا اطلع علي، انتبهي عندي ال HF، ال HF وال HI HF والHI تحت بعض، طبعا مش تحت بعض، يعني مش مباشرة، بس هم هيك، صح؟ زميلتكم بتقول الرباط هاد أقوى، قوي، بالتالي صعب أن معناته مش بسهولة يا ياسمين، مش بسهولة بقدر أفك الH ولا لا؟ صحيح معناته مش بسهولة بقدر أعطي الH ويصير اسيد. معناته بدي بيس قوي، بدي بيس يكون سترونج بيس اقدر اخذ الاتش هاي، صح؟ بس لو مع الاتش اي، اي بيس ويك بيس، يعني ميه H2O، اوب بيقدر ياخذ الاتش بكل سهوله. فهمتي يا ياسمين؟ قوه الارتباط دليل على ضعف ضعف الاسيديتي، مش قوه الاسيديتي. تمام، شكرا دكتور. وصلت. يعني بتعرفي سؤالك بمحله، يهيأ لي الجميع فهم من هذا الحكي. كل ما كان الاتش مرتبط مع ايش ما كان، اكس ايش ما كان،
كل ما كانت هاي الرابطة stronger كل ما كان الأسيد أضعف، لأنه مش بسهولة بقدر أكسرها. وكل ما كانت weaker كل ما كان الأسيد أقوى، كل ما كان الأسيد أقوى. فبالتالي strong acid إذا أي بيس ضعيف بتحمل بيقدر يفك له الإتش تاعه. بس إذا كان الأسيد ضعيف بده strong base يقدر ياخد الأسيد هاي. طب يا دكتور شو بهمنا هذا الحكي؟ بكرة بالتفاعلات رح تشوفوا إنه زي ما قلت لكم قبل شوي، إذا بتتذكروا قبل شوي شو قلت لكم، قلت لكم مش أي بيس بيقدر يفك هاي الأسيد البروتون. في عندي شروط، والله إذا كان الحامض ضعيف معناته الارتباط قوي، معناته بدي سترونج بيس يقدر ياخد هذا ويفك الرباط. بس إذا كان الحامض قوي معناته هاي الرابطة ضعيفة، معناته أي بيس بيقدر يفكها ويتفاعل معها. وصلت الآن؟ وصلت أنا شو بدي أوصلكم من الأسيد والبيس؟ يهيأ لي هذا الحكي؟ ما بعرف إذا سمعتوه بالجنرال ولا لا، بس أنا أظن إني حكيته في الجنرال بس مش بهالقوة هاي. أنا بالجنرال قلت لكم إنه رح يفيدنا كثير الأسيد والبيس بالأورجانيك، بس ما حكيت بالضبط شو اللي بدي إياه من الأسيد والبيس. في حدا لهون عنده أي سؤال؟ كله تمام دكتور. ممتاز، أنا هيك مبسوط، أنا هيك مبسوط. معناته اتفقنا هلأ إنه قوة الأسيد وقوة البيس بيعتمدوا على بعض بالتفاعل، قوة الأسيد وقوة البيس بيعتمدوا على بعض بالتفاعل. تفضل يا ليان. دكتور. دكتور تعيدي بشكل سريع لأنه بصراحة ما فهمت كثير. بعيد وهاي بشكل سريع، وبعمل شير سكرين على الوايت بورد. شوفي يا ليان والحكي للجميع، أنا عندي الأسيد هي عبارة عن H مع whatever X، تمام؟ لما أنا بدي أجي أفك هاي الرابطة، يعني بدي أكسر هاي الرابطة، بدي بيس، مش هيك؟ يا لون بير يا بيس بشحنة سالبة، شو بعمل؟ بعمل أتاك على الهيدروجين هاد وبكسر الرابطة هاي، مش هيك؟ تمام. هلا إذا كانت الرابطة هاي strong، إيش يعني strong؟ يعني الأسيد ضعيف. الأسيد كل ما زادت قوة الرابطة هاي كل ما ضعف الأسيد، لأنه مش بسهولة بقدر أنا أدفع أخذ الإتش هاي، مش بسهولة. وبما أنه مش بسهولة بقدر أحررها معناته الحامض ضعيف، فبالتالي بدي بيس قوي، بدي بيس قوي للحامض الضعيف إني أقدر أكسر هاي الرابطة وأخذ الإتش. بس بالمقابل لما يكون الإتش عندي مثلا مع آي، الآي حجمه ضخم وكل ما زاد الحجم بتضعف الرابطة، إذا بتتذكروا كل ما زاد الحجم بتضعف الرابطة. بما إنها هاي ضعيفة معناته الهواء الطاير بيقدر يكسرها. يعني لو جبنا weak base، أي weak base يا ليان بنقدر إيش نأخذ الإتش هاي. زميلتكم ياسمين شو قالت؟ قالت ما هو الرابطة بين الإتش والإف، لما قارنا بين الإتش والإف والإتش والآي، الرابطة هاي strong وهاي الرابطة weak، لا لا؟
بما انه هاي الرابطة سترونج معناته مش بصعوب مش بسهولة بقدر اكسرها، معناته النظرية تاعتي صحيحة انه هذا ويك اسيد. وبما انه هاد الرابطة تاعته ويك هاي معناته انا بكل سهولة بقدر اكسرها، معناته هو strong acid. وصلت؟ معناته كل ما زادت قوة الرابطة بضعف الحمض، وكل ما ضعفت قوة الرابطة بيزداد قوة الحمض. فبالتالي الحامض الضعيف الويك أسيد الويك أسيد بده سترونج بيس يتفاعل معه، بده سترونج بيس مشان يقدر يحرر الاتش، صح؟ بس سترونج أسيد ويك بيس بكفي. ويك بيس بكفي يتفاعل معه. وصلت هلا يا ليان؟ فهمتي اللي المقصد منه؟ دكتور يسلم. جريت. تمام، خلينا نكمل. هلا هون زي ما انتم شايفين، طبعا مش حفظ، هذا مش حفظ، بس زي ما انتم شايفين كل ما زادت الاسيد، كل ما زاد الاسيد كل ما زادت سرعه التفكك تاعته، والبي كي اي بتكون اقل. كل ما زادت البي كي اي بضعف الاسيد، كل ما زادت البي كي اي بضعف الاسيد. شفتوا؟ يعني انا بكل سهوله بقدر اسحب هاي الاتش، بس الاتش اللي على سي اتش 4 بقدر اسحبها ولا هاي رابطه قويه جدا؟ I would have very very strong base مشان أقدر أعمل هذا هذا الأسيد، عفوا هذا البيس. وصلت؟ بدي very strong. هذا طبعا هذا التفاعل ما بيصير، يعني هذا التفاعل very very low low، يعني مش موجود، قليل جدا هذا التفكك الإكوليبريم، هذا يعني very rare لأنه مش بسهولة بتاعت الاتش هاي بتاعت الاو اللون بير تقدر تعمل اتاك على الاتش هاي. بدك فيري سترونج بيس مشان يقدر يسحب البروتون هاي. تمام؟ تمام. The acid base equilibrium favors formation of weaker acid and weaker base. طبعا دائما زي ما انتم شفتوا قبل شوي، وهيني برجع هون هيها الكونجوجيت ويكر من الاصل، هيها ويكر، ونفس الشيء البيس، البيس هاد ويكر، هيها the weaker acid has the larger BKA والويكر بيس هاز لارجر بي كي بي. يعني كل ما كبر البي كي اي كل ما الحمض ماله ضعف. يعني لما شفتوا قبل شوي هون بتلاقوا البي كي اي، هاي البي كي اي، هاي البي كي اي قليل جدا للاتش سي ال، فيري سترونج بالنسبه لغيره. وهذا كل ما زادت البي كي اي بقل قوة الحمض، بقل قوة الحمض. تمام.
زي ما انتم شايفينه ال H ال CH3COOH ال BKA لها 4 و74. مين الكونجوجيت أسيد اللي تكون؟ المي. قديش ال BKA لها؟ 15 و7. فبالتالي هي weaker than the original acid. Weaker than the original acid. تمام؟ تمام. وهيو طبعا هدول أمثلة على الحكي اللي أنا حكيت. هذا أمثلة على الحكي اللي أنا حكيت. هلا comparing acid strength and between the structure، يعني كيف قبل شوي قارنت بين ال HF وال HI. هلا عندي هون عدة مقارنات موجودة في هذا الجزء. أول إشي الإلكترونيجاتيفيتي، السايز، الريزونانس ستابيلايزيشن، الاندكشن إفكت رح تشوفوها، والهايبريد أوربيتال كونتيننج إلكترون. يعني أكم عامل، how many factors effect or affect on the acid and base strength. ديما do you are with us or not? Dima? No Dima today. Okay. خمس عوامل. شكلها مش هون يا فرح. خمس عوامل تؤثر في قوة الحمض والقاعدة. أول إشي الإلكترونيجاتيفيتي. كل ما الإلكترونيجاتيفيتي بتزيد الأسيديتي بتزيد. لا بتزيد الأسيديتي يا دكتور، هلكتنا لخمتنا. طيب هيك لخمتنا. ما قبل شوي ال HF كان أضعف من ال HI وكان أضعفهم. أيوة هنا كل واحد وإله العامل تاعه. يعني إيش كل واحد وإله العامل تاعه؟ أنا بقولكم لو إجيت وقارنتوا سيارات الكيا، مين أحسن؟ أنا عندي مثلا ثلاث أنواع سيارات كيا. عندي السورنتو، وعندي الكي 5 اللي هي الأوبتيما، وعندي الفور باي فور. السورنتو الفور باي فور والسيراتو الصغيرة والأوبتيما الواسعة الكبيرة. مين أفضل وحدة فيهم؟ الجيب اللي هي السورنتو. هاي جيب الكيا السورنتو أحسن في فئتها، أحسن من الكيا الأوبتيما وأحسن من الكيا السيراتو. بس لو إجينا على فئة الجبات قارنا بينها وبين مثلا جيب الكيو 5 الأودي وجيب المرسيدس الام ال مثلا، بنلاقي إنه هي أضعف جيب فيهم. بنلاقي انه هي اضعف جيب فيهم. معناته كل مقارنه والها زمانها. يعني اذا قارنا في الالكترونيجاتيفيتي بنلاقي ال HF ديفينتلي اكثر اسيديتي من ال CH3H اللي هي من ال CH4. ليه؟ لانه الالكترونيجاتيفيتي تاعت الفلور اعلى من الكربون، وبالتالي هي الاسيديتي اعلى. والبيسيسيتي عكس الاسيديتي، البيسيسيتي تاعت الاف اعلى اقل بكثير من السي اتش 3. طب ليه؟ ايوه يا ندى، لما بنشتغل على المجموعه شيء ولما بنشتغل على الدوره شيء ثاني. لما بنشتغل على المجموعه شيء
لما بنشتغل على الدوره شيء ثاني، لما بنشتغل على الدوره بنشتغل على الالكترونيجاتيفيتي، بس لما بنشتغل على المجموعه بنشتغل على السايد. هلا جاي كل شيء جاي لحاله. هلا بعيد الاف ماينس اقل بيسيستي من سي اتش 3 ماينس. تمام. طب اشي طبيعي، ليش اشي طبيعي؟ مش اللي سترونج اسيد الكونجوجيت بيس تاعته ويك؟ مش سترونج اسيد الكونجوجيت تاعته ويك؟ فاشي طبيعي انه يكونوا عكس بعض. في حدا لهون مش فاهم الالكترونيجاتيفيتي؟ انها كل ما زادت الالكترونيجاتيفيتي بتزيد الاسيديتي، وكل ما زادت الالكترونيجاتيفيتي بتقل الباسيسيتي. جريت. بنيجي للسايد. تفضل دكتور. بس كل ما زادت السالبيه بقوى الروابط وهيك بتصير صعب. ايوه هلا خليها شوي، لانه الرابطه بين السي والاتش اعلى من الاتش والاف. لقدام راح تشوفوها. اطلعوا البي كي اي للسي اتش 4 50، والبي كي اي للاتش اف 3.2 بالعشرة. هلا ايش سايز الاتش اف والاتش اي؟ هذا 3.2 في العشرة وهذا سالب 10. فبالتالي هذا ويك وهذا سترونج، هذا ويك وهذا سترونج. بس لو قارنا، وخلينا نلون، لو قارنا بين هاد وهاد، هذا ويك وهذا سترونج، هذا ويك وهذا سترونج. ارجعوا اقرأوا السلايدات بتعرفوا شو أنا اللي بحكي فيه. أنا بدي أوصل لهون لأنه هاي حكيناها. بدنا نشوف، ضل عنا الريزونانس والهايبريدايزيشن نحكي عنهم بنخلصها. والاندكتيف افكت، هدول بنخلصهم المرة الجاية، لأنه أنا لهون بستكفي، لهون بستكفي. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. في حدا عنده أي سؤال؟ في حدا عنده أي استفسار؟ أنا بحب أخذ آخر 5-6 دقائق مناقشة. إحنا اليوم مشان خلينا شو اسمه؟ خلينا نشوف إحنا اليوم شو أخذنا. اليوم بلشنا من 30 وخلصنا في 47 أظن، لهون 44 45. المرة الجاية إن شاء الله على سلايد 45. في حدا عنده أي سؤال؟ تفضل يا ندى. دكتور يعني هلا آخر إشي طلعنا فيه أنه إذا كنا بنفس المجموعة نعتمد على الكهرباء السالبية الأعلى، يعني عكس بعض الدورة والمجموعة نعتبرهم عكس بعض. صحيح، مش عكس بعض. كل ما زاد الحجم بتزيد الاسيديتي، وكل ما زادت الالكترونيجاتيفيتي بالدوره الواحده، كل ما زادت الالكترونيجاتيفيتي بزيد الاسيديتي، وبالمجموعه الواحده كل ما زاد السايز بتزيد الاسيديتي. هيك تمام. اي سؤال اخر دكتور؟ بس سؤال. تفضل. قلت انت بما كل ما التفاعل بفضل انه ينتج ويكر اسيد ويكر بيس. لا ويكر اسيد وسترونجر بيس. خليها شوي هاي لما نوصل يعني للبيس بحكي فيها شوي. بكده سترونجر ليه التفاعل العكس بيتم معناها؟ مش فاهم
لا بقول مع انه يعني دايما دي انت جويكر اسد، ليش بتم التفاعل العكسي؟ ما هو يا هادي يا شو اسمك انت؟ مؤمن دكتور. ايه مؤمن. شوف يا مؤمن، احنا هون كله نسبة وتناسب في اصلا بالويك اسيد، يعني كلنا بنشتغل بالويك اسيد والويك بيز، لانه سترونج اسيد وسترونج بيز، سترونج سترونج العالي ما فيش فيها فيش فيها تفاعل عكسي. احنا هون بنشتغل في الايكوليبريم، يعني بنقارن بالضعيف اللي هو الاورجانيك اسيد. احنا هون هلا بنشتغل بالاورجانيك اسيد، تقريبا كل الاورجانيك اسيد ضعيفه، تمام؟ فبالتالي احنا بنقارن بس بالمنطقه الضعيفه. وصلت؟ تمام دكتور، تمام. يعطيكم العافيه، نراكم ان شاء الله على خير. يعطيك العافيه. على العافيه. بنزلها اليوم ان شاء الله، ان شاء الله.